من النقاشات المعم الحياة الثانية. تونس تختار زهرة الحياة. تونس تختار. تختار من النقاشات المعم حول استفتاء 25 جويلية 2022. تونس تختار نهار جمعة من 10 نهار مع عبد الرحمن المجبري وسهام حمدي على الحياة الثانية. عاصمة تونس، تونس التونسية، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في برنامجكم تونس تختار، موعد استثناء اخترناه تحديث في الآونة الأخيرة حول الاستفتاء والنقاش الصاير بين الدعم والرفض. المهم الاختيار يوم الحسم، ولكن الأهم حسن الاختيار. وفي هذا الإطار باش نكونوا معكم كل نهار جمعة من العشرة حتى نص النهار، أنا وزميلتي سهام. مرحبا سهام. صباح النور حيم، أنت والناس الكل يسمعوا فينا على إذاعة الحياة فهم. هذا موعد جديد كما عودناهم على إذاعة الحياة فهم، من نواكبوا كل التطورات طبعا في إطار الحدث اللي تنتظر فيه تونس استفتاء 25 جويلية. لازم نقدموا كل القراءات مهما كانت الاختلافات نتاعهم من أجل أنه نوضحوا الرؤية للسادة المواطنين باش هما ينجموا يختاروا الاختيار اللي راوا هما مناسب للدولة التونسية. استفتاء 25 جويلية 2022 من النقاشات المعمقة. سيد شادي تريفي كتب عام فرع ربيت حقوق الإنسان بسوس، أهلا وسهلا بك. شكرا، مصباح النور، تحية ليكم وكيف المستمعين، وإن شاء الله نتمنى النجاح للمولود الإذاعي الجديد. نشكرك على حضورك بحضينا. حاضر بحضينا أستاذ خميس الكيفي السياسي والناشط في المجتمع المدني والمحامي لدى التعقيب. أستاذ أهلا وسهلا بك. مرحبا بكم مستمعي الحياة فهم. سي شادي، أنت مع فكرة لي وهو رافضين للاستفتاء؟ هو في الحقيقة أنا عندي مدخل شوية شكلا قبل السؤال. هو الاستفتاءات وأنا مش نتفاعل، ونكون أول مرة نتفق مع السيد الرئيس أنه الاستفتاء مش على الدستور، الاستفتاء هو على مشروع ما رئيس الجمهورية، وهذا يتصرح به في 2013، وديما كان يقولوا من 2013 ل 2014 راهو الاستفتاءات هي آلية من الديكتاتورية، وفي الأغلب الأحيان يمشوا يصوتوا مش على الدستور، يصوت على مشروع الرئيس. احنا قلنا في الرابطة كتونسية كانت المرة الأولى مع مسار 25 جويلية بتجاذباتها داخلية، لكن للأسف المسار هذا تعطل، واحنا قلنا لا، علاش لا؟ مش ولا من فراغ، راهو الاستفتاءات وفي العادة ما تصيرش، تصير استفتاءات على تناقيح بعض الفصول، على إضافة فصول، أما على دستور برمتي في زوز أجيال. اليوم عندنا نسخة منشورة في رايد رسمي 30 جوان، ونسخة منشورة في رايد رسمي 8 جويلية. أنهي الأجيال اليوم مش نطبقها في حملة الاستفتاء؟ وهذا سؤال حقيقة مهم ياسر قبل ما نشوف الشك. كذلك على مستوى النظامي سنجو بعد بتطرق للفصول اللي أثارت عديد الإشكاليات. به خلينا نوضح، مش كونوا عنا فريق معناتها نعم وفريق لا، سيد شادي تريفي وهو مع رافضين كما كنتوا تسمو فيه، والأستاذ خميس مع فكرة نعم في الاستفتاء. نعم أنا بطبيعة مش نأكدو، بالنسبة لي هذا موقف شخصي معناه خاص بي، ولان الموقف الشخصي معناها الواحد موجود في الحياة السياسية، في الحياة الاجتماعية، في الحياة الاقتصادية. إذن بالنسبة لي أنا يجب القطع مع المرحلة اللي كانت موجودة قطعا تاما بما تناولته بما فيه الدستور بتاع جاف في 2014. واضح. خلينا نعاود نذكروا بقواعد البرنامج. هي تطرح السؤال الاول على ضيوفنا، ثلاثة دقائق لكل فصل كنتوا طلعتوا عليهم، وهي اهم الفصول الخلافيه اللي صار عليها بوليميك. ما عندكم الحق باستعمال دقيقه في التعليق للرد على بعضكم، وفي اخر المجال مش يكون عندنا مساحه حره بصفه عامه علاش نصوت بنعم او لا. فصلنا الاول اللي اخترني سي نقول انه فما ثلاثة دقائق للتعليق على الفصل، اذا كانت تحبوا تعلقوا على بعضكم فما دقيقة اضافية هذه تقسم من الوقت النهائي. دونك الفصل الاول وهو الفصل الذي اثار الجدل، ويعني تم تعديله النسخة النهائية لهذا الفصل، وهو الفصل الخامس، تنص على ان تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها ان تعمل في ضمن نظام ديمقراطي على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية. دونك ننطلق معك أستاذ خميس الكيفي، شنو ما رأيك في هذا الفصل؟ هل هناك نقاط إيجابية أم سلبية تسجلها في هذا الفصل؟ هو في الحقيقة كل ما جاء دستور، خاصة الدستور في 2014
دستور 2014 كان تثبت اللي المدة التي طلبت للمجلس وقتها التأسيسي وقتها طلبت مدة عام لإحداث الدستور. إذن فما عام ضاع في الفصل الأول، عام كامل ضاع في الفصل الأول. علاش؟ دولة إسلامية. في التالي ماذا يوضع؟ يطلع يرجع الفصل البريسكل بتاع دستور 59، تونس دولة حرة مستقلة، الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظام. بالتالي هذاك الفصل تصوروا أنتم عام كامل مش نحكيوا على شنو، على الإسلام. والله نشوف أنه فما برشا أمور مغلوطة، فما برشا مغالطات به هذا الفصل. أنا بالنسبة لي جزء من الأمة الإسلامية، إحنا جزء من الأمة الإسلامية، ما نجمش أنا فما حديث خاطر سمعت برشا حديث، هي جزء من الأمة الإسلامية، ما في حتى مشكل. شنو المشكل؟ ثم الإسلامية الفصل هذا أول حاجة ما تنجمش تفصل شوية على الطوطأ، حتى كي ترجع للطوطأ يقول لك التمسك بالأبعاد الإنسانية للإسلام. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية اللي هي تم فيها نوع معناها إصلاح، أو تم تسميه تنقيح، ما هو إصلاح، معناها ربط ذلك بالنظام الديمقراطي في ظل، قالوا في ظل النظام الديمقراطي، كله في ظل النظام الديمقراطي، معناها في ظل سيادة الشعب، في ظل حكم الشعب. ثم المقاصد معناها حتى كي نرجعوا لتاريخية المقاصد كلها راي تتعلق بالمقاصد، مقاصد التنوير، معناها وتنجم ترجع حتى الكتابات متاع مقاصد التنوير متاع بن عاشور، فهمتني؟ إذن المقاصد معناها طبعا هذه المقاصد الإسلامية هي المقاصد الإسلامية بتاع التنوير. وشنو هذا؟ ما فيش يربطه، هو يقول وعلى الدولة وحدها. وعلى إيش معناها وعلى الدولة وحدها؟ كان نثبت هالسنوات الأخيرة الناس كل ولا تتحدث باسم الإسلام. مازلت كدقيقة نعطيك الأحزاب ولا تتكلم باسم الإسلام، جمعيات معناها أنواع وشتى ولا تتكلم باسم الإسلام، وكل واحد معناها ولا يأول على كيفه. إذن هذايا كله مرفوض. إذن بالنسبة لليانا معناها فصل عادي، ما فيها معناها ما فيه حتى شيء مخيف، وما يكونش هذا الفصل بمعزل عن الفصول المتعلقة بالحقوق والحريات. هذا هو فصل 27 يقول لك الدولة تضمن حرية المعتقد وحرية الضمير. ما تنجمش حتى في القانون احنا نقول هذا فصل متأخر، يعني حتى كي تقرأ قراءة أخرى أروا الفصل المتأخر هو اللي طبق في القانون. هذا يقول لك فما عندك حرية المعتقد وحرية الضمير، إذا شنو المشكل من وجود هذا الفصل؟ وعلى الرئيس أن يكون مسلم. مسلم، احنا دولة مسلمة. واضح. سي شهيد. شكرا. للحقيقة الفصل 5 ما نجموش ناخذوه بعيد على التوطية. التوطئة مهمة وفيها إشارات كبيرة ياسر. الدفاع على الفصل 5 بأنه سيقطع مع منظور السابقة ويرسخ فلسفة جديدة مغلوطة تماما وعندها حتى سند على الدستوري. مصطلح الإسلام ورد تقريبا 5 مرات تذكر بين التوطئة وشروط الترشح وباب الحقوق والحرية. دستور 59 كما كان يحكي الأستاذ كان عادنا في الفصل إسلام الدولة. بعد في 2014 الدين تحت رقابة الدولة. اليوم نحكيه على الدولة الإسلامية بمفهومها الشامل والعام. المقاصد ما مش مختلفين على المقاصد، عمرنا ما اختلفنا على المقاصد اللي هما كان 4 والعلامة زاد 5 واحنا هذا في سبل. لكن المشكلة في تأويل المقاصد. رأي الطيارات أكبر حاجة تحبها الطيارات الإسلامية والأحزاب الدينية هي التعامل مع المصطلحات اللي قابلة للتأويلات كل واحد وجهته. ثانيا النظام الديمقراطي راه مش المجتمع الديمقراطي. ايران فعندها مؤسسات تطلع بالمؤسسات الديمقراطيه، هتلر طلع بالنظام الديمقراطي، ما عندها حتى علاقه النظام الديمقراطي بالمجتمع الديمقراطي. النظام الديمقراطي هو اللي يفرز مؤسسات الدوله بالعمليه الانتخابيه، ما يفرزه بعد مصر طيار الاخوان طلعوا بالعمليه الانتخابيه. هذا لا يحمي معناتها ديمقراطية، هذا مهدد للديمقراطية. لو فرضنا وناخذ ونزاهة ونمشي، أنا نحب نمشي في منوال أنه قيس سعيد شخصية
ملزمة شخصية نظيفة والناس تحبه ونزيه على هذه كلها الوقار. لكن قيس سعيد هو أعطاه شرط أنه اليوم ما عنده دورتين، ما بعد الدورتين، معنى الدستور هذا رو مش مربوط بمرحلة قيس سعيد، مرحلة ما بعد قيس سعيد. لو التنظيم الإسلامية تفوز بالعملية الانتخابية بعد قيس سعيد، مسار الدستور ومسار الحريات معدوم. ثانيا الأثار، احنا هيت نتعاملوا مع نص، النص مهم جدا ومهم، كل النصوص طيبة، ما كان بعد في ممارسة تطبيق الأثر، هيت نقيسوا، معادنا أدوات القياس، علاش نقعدوا نعرفوا في الشعارات، هيت نقيسوا مدى تطبيق هالفصل الخامس على أرض الواقع وعلى إشكالياته. وأنا كما قال الأستاذ نتفق معاه، لأنه الفصل الخامس ما يتقراش بمعزل على الدستور، وما يتقراش بمعزل على الواقع. لأن يعني الفصل الخامس وين مش نمارسه، وين مش نمارسه على مؤسسات وأرض واقع فيه نسبة الوعي متدنية، فيه نسبة الجريمة مرتفعة، نسبة القطاع المدرسي، يعني احنا على ارضي تعرفوا تونس المصدرة الاولى للحركات السلفية والحركات الجهادية في سوريا. هذه الفصل الخامسة هما اللي مشيت معكم، ما احنا رانا مش نمعدناش ارضية خصبة وعي مرتفعة، مش نقول والله لا لا، انا نقول الفصل الخامسة هو مفتاح الدستور الكل، وهو مفتاح التصور المرحلة القادمة. وأنا كرابطة تونسية في الدخول قلنا راو هذا خطر كبير على الحقوق، لأنه مشيخ باب الاجتهاد والتأويلات، والدستور هذا مش يطبق ولا 1% حتى لو قعدنا 30 سنة. عندكم تعليق؟ نمر الفصل الآخر في دقيقة. أنا جيشت نقطة على حكاية المعنى صحيح، تونس هي الأولى في تسفير حركات، لكنه هذا في ظل دستور 2014، في ظل ما اعتبر الدولة مدنية، اللي تحطت كلمة دولة مدنية، هذه المشكلة. وستظل مدنية بالفصل هذا؟ طبعا ستظل مدنية. فمش إيه؟ حتى إشارة، بالعكس دولة إسلامية. علاش ما تمش ذكر مدنية إذا كان ما فيها حتى إشارة؟ هل تم ما فمش أكثر من ظل في ظل نظام ديمقراطي؟ نظام ديمقراطي. لماذا تم التغافل عن ذكر مدنية كلمة مدنية؟ أستاذ قانون دستوري راه. أستاذ قانون دستوري وأستاذ جامع معناها المصطلحات عنده دقيقة جدا، معناها كي يقول نظام ديمقراطي راه ما خافش أنه يسمي نظام نظام مدني، ما كانش خاف ويعرف الخلفيات. ورانا نقولوا نتعامل مع الدستور خان بعد قيس سعيد، اجي ناقشوا الدستور بعيد على خلفيات قيس سعيد، وهذا المشكل اللي يربط لك في قراءة الدستور بقيس سعيد. اقرا لي الدستور ما بعد قيس سعيد. ديما نقول راه الدستور يقرا كاملا، انا باش تقول انت دولة مدنية، ارجع الفصول بتاع الحقوق والحريات وسترى انها كانت تنجم تكون كان دولة مدنية. انا عندي كل دولة كل دولة في العالم عندها خط الايديولوجي نتاعها. اعطيني فرنسا دولة مدنية لايكية، امريكا دولة لايكية بصريح العبارة، اعطيني خط الايديولوجي للدولة التونسية في ظل الدستور 2012 في فصل خمسة. فصل خمسة لا مش ما قالش قال تحقيق ناقصه في الحظ وين الفصل مقاصد الاسلام الحنيف في الحفاظ على النفس العرض المال الدين والحريه. عمره ما قال. واضح. نمر للفصل دوله. شكرا. نمر للفصل الثاني سهام. الفصل الثاني واللي اثر جدل زاد هو الفصل 55، شنو ينص في صيغته النهائيه بعد التعديل. يقول لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونه بهذا الدستور الا بمقتضى قانون ولضروره يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حمايه حقوق الغير او لمقتضيات الامن العام او الدفاع الوطني او الصحه العموميه، ويجب الا تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات المضمونه بهذا الدستور وان تكون مبرره باهدافها متناسبه مع دواعيها. لا يجوز لاي تنقيح أن ينال من مكتسبات حقوق الإنسان وحريته المضمونة في هذا الدستور، على كل الهيئات القضائية أن تحمي هذه الحقوق والحريات من أي انتهاك. أستاذ شيء مكتسبات حقوق الإنسان، احنا في أول وقت مر سيادة الرئيس الجمهورية للدور الثاني في العملية الانتخابية قابلناه بحكم أن وقت نبيل القروي المنافس نتاعو كان في السجن، قابلنا نبيل القروي وقابلناه هو وقت قابلناه استقبلنا في منزله، وأول سؤال لنا احنا دورك على مستوى حقوق الحريه، شنو الضمانات اللي انت تنجم تعطيها هنا في ضمانه الحقوق؟ مختلفين تماما على مفهوم الحقوق والحريات، واحنا راه ما عندناش مفهوم، احنا عندنا مواثيق ومعاهدات دوليه ملتزمين بها ومتعهده تونس ان يتفعل. المكتسبات الحقوق والحريات للحديث بقيه ويقع تاويلها لهنا حسب مقتضيات الامن العام، هالمصطلحات الفضفاضه اللي هي قابله للتاويل، وحكم به بن علي وحكم به قيس سعيد من 2021
احكي لي على التأويل اللي خايفين منه كرابتو سيدي. يقول لك لا توضع قيود على الحقوق والحرية المضمونة بهذا الدستور. أنا الحقوق المضمونة بحرية الدستور تو بعد نشوفها في باب الحرية والحرية تو بعد نكذب إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيه. القانون يجي يكون نظام ديمقراطي نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير ولمقتضيات الامن العام. شنو هو مقتضيات؟ فما مصطلحات مشنا متفقين معاهم ما عندهاش مفهوم واضح ودقيق. فما مصطلحات كما الاداب والاخلاق العامه اللي هي تحطت وتنحى. هاي الاداب العامه تم حذفها ما تحطتش اعتباطيا ما تحط ما فهمش مصطلحات في الدستور. فما حاجه تتكتب ما عندهاش معنى ما عندهاش. اعطيني تعريف لمقتضيات الامن العام تكييف هالمقتضيات اللي ما هو كما كيف هو الفصل 8 في ظل انا هذا الفصل. علاش متخوف؟ لانك نشوف المحكمه الدستوريه كيفاش تركيبتها وكيفاش تتعين. لهنا نقول التاويلات هذ بعد كذا نشوف رقابتي على رئيس الجمهوريه. هنا الفصل هذا ما نقراش وفصل معزول نقراه بتوطئه ونقراه في علاقته بالمحكمه الدستوريه ونلقاه علاقته برقابته على رئيس الجمهوريه. شكون حاكم رئيس الجمهوريه؟ شكون حاكم رئيس؟ اعطيني هيئه وحيده موجودة في نسخة الدستور تحاسب ولا تراقب رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية لا يراقب حد لا يحاسب حد ومحكمة دستورية هو اللي عينه هو اللي عينه على أي ضمانات؟ الضمانات راي عندها معايير وعندها مقاييس. هو حسب الصفة المحكمة الدستورية أستاذ شادي حسب الصفة يعني وال حتى بكر كان فهم جزء بالتعيين وكان جزء بالانتخاب. اليوم كلهم جزء بالتعيين وهم في بعضهم يعينوا ينتخبوا رئيس مجلس. انا هذا نقول راهي المصطلحات اللي تتحط المصطلحات اللي ما عليهاش عليها اتفاق وما عليهاش مفهوم واضح في القانون راهي هي اللي تحدث وهي اللي يقع بها الانتهاك. دائما الانتهاك يقع تحت المصطلحات او الدفاع عن الوطن. اعطيني هذه المقتضيات الحق العام والدفاع عن الوطن المختلفين عليه. كلمه تو في حلقه تو نخرجوا مش متفقين. احنا في حلقه صغيره تاع اربع مناس تو نتفقوا اللي مش متفقين على الاداب الحق العام. فما جهه تجيب الشرطه ما يجيش وفما جهه تتكلم تتقال في الساحه ما تتقالش في الجنوب. هذه خلق عام. من يجوز له حسب الفصل هذا يقوم بالتنقيح؟ رئيس الجمهوريه والا زوج المجالس؟ كلمه التنقيح ما عاد شكون تجي المصدر تاعها شكون؟ المجالس تو بعد نشوفها يسعى بو ادخال التنقيحات وهذه هي زاده اخرى من التاديل اللي ما فهمش الضمانات في الدستور. هذه من حيث المجالس الزوج بعدها نحكوا عليها. استاذ خميس الكافي هو ديما من الحريات هي اللي تثير اشكال به. النص هذا يقول لك معناها يبدا المبدا كونه لا توضع قيود. انا واضح يقول لك انا راني الحريات هذه راي مضمون وديما نرجع ونقول لك لازم تمشي للباب الحقوق والحريات راي حقوق حريات مطلقه. لو تشوفها معناها حتى في الحريه نتاع الصحافه اللي ساعات نسمع تشكيات يقول لك لا رقابه عليك لا من قبل ولا حتى شيء موجود به الحريه المطلقه. شفنا حتى في السنوات الأخيرة الحرية المطلقة ولا فيها ثلب ولا فيها فتن ولا فيها اعتداء على الدولة ولا فيها اعتداء على معناها الأشخاص على الأعراض. يا أخي القيود هذه رأي الحرية ما هيش حرية مطلقة معروف. الحرية هذه يجب أن تقيد باش مش تقيد أخوي قيد معناها حتى القيود والاستثناءات الموجودة هي شكل تقيد. أول حاجة بمقتضى قانون معناها نواب الشعب هو اللي مش يحطوه بمعناها مجلس النواب ولا الهيكل بتاع الثاني. ثم هذه القيود هذية الموجودة يقتضيها يرجع ديما راهو نظام ديمقراطي. نظام ديمقراطي اللي انضافت هذية راهي ما هيش معناها كلمة عبثية عندها قيمة كبيرة. خاطر مش نرجعوا مش نقولوا شنو هو الديمقراطيه ونرجعوا نفسروها شنو هي. فهمتني نظام ديمقراطي بديما حكم الشعب بحق حقوق الغير. معناها فماش حقوق الغير الانسان اللي تعتدي عليه بالثلب بالسب بالتهكم بالمس من عرضه يظهر لي هذه معناها هذه امور واضحه. ثم كذلك الاعتداء على الامن العام. صحيح راي الامن العام احنا ديما باللي تقرا أول حاجة تثيرها هي مشكلة الأمن العام. الأمن العام والأخلاق الحميدة. نزلت دقيقة أستاذ خميس. الأمن العام شوف الأمن العام صحيح هو كلمة نجم تكون موسعة شوية
لكن عادة مش تتربط بالاعتداء على الدولة. احنا قاعد نشوفه تو حتى في العد فما تو هاي محاكمات متاع الاعتداء على الدولة من الخارج واستعمال وسائل من الخارج، هذه كل زادة تربطه باستقلال الدولة. ثم انا بالنسبة لي حتى كي نمشي بعد للفصل رو فصل مازال في قراءة ويجب ان لا يمسها القيود، مازالش يقفوا الغادي رو بجانب المضمونة بهذا الدستور. معناها حتى كي تجي تفسر انت الامن العام راهو لا يجب ان يمس بحقوق الحريات المضمونه بهذا الدستور وان تكون مبادره باهدافها مؤسسه مع دواعيها، ولا يجوز ان ينال تحقيق مكتسبات لحقوق الانسان وحرياته المضمونه بهذا الدستور. وكل الهيئات القضائيه يجب ان تحمي هذه الحقوق والحريات. حتى كي نرجعوا للمجلس الدستوري راهو قضاة مسلمين بصفتهم ربما نجيو بعد انا جينا مشينا فما تعليق أستاذ شادي. أنا مش نضبط الفصل هذا بشروط الترشح لرئيس الجمهورية اللي هو قال قبله في كل المواطنين متساويين في الحقوق والحريات بدون تمييز، وبعد يجي في الشروط يقول لك لا راهو كانك أنت تونسي صحيح تونسي أما تنجم تكون يهودي ما عندكش حق، وحقوق الغير نتنس. أنا علاش نقول الدستور وعنده مؤشرات القياس نتاعو ما جاش من عدم حرية التظاهر في تال مرسوم 117 هو نفس الصلاحيات اللي عند الرئيس الجمهورية تو في الدستور 22 منعت وتظاهرت ناس وقع قمعها وناس تحطت في السجن نتيجة ولكن هذا الدستور ينص على الحق في التظاهر. ها مش نقول علاش يعطيك قيود، القيود اللي قال عليه النص هذا راهو يلزم يكون معلوم وواضح ودقيق في مصطلحاته. هل الأمن العام منع التظاهرات باسم الأمن العام وما يعطيكش تعليل شنو هو الأمن العام؟ أني نخرج في مسيرة في هوني في قروين يقول لك لا أعطيني شنو هو الأمن العام؟ هالتبريرات هذه اللي قلنا راهو مش نحكو من تخوفات ويات راهو نحكو تخوفات مورست في ظل المرسوم 117 راهو المرسوم 117 اللي عنده عام رئيس الجمهورية يحكم به هو تقريبا نهى الدستور 2017 2022 أستاذ الكيفي عندك تعليق؟ لا شوف انا ديما نقول النظام العام راهو ديما حكيت مثلا المظاهرات والاضرابات هي كي ترجع الفوس الاخرى تلقاها مضمونه، ولكن ديما راهو في اي دوله دولة ديمقراطيه واللي ياخذ وفي ظل دستور 2014 نجم يمنع لك اي باسم الامن العام. نعم باسم الامن العام واضح. وستيف فصل 90 نعود ذكركم انه حاضرين بحضنا ضيوفنا اليوم السيد شادي تريفي كاتب عام فرع رابطة حقوق الانسان بسوسة، الاستاذ خميس الكيفي وحديثنا معه حول الفصول اليوم والفصل 90 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة لأصوات المصارح بها، ويشترط أن يزكي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يثبته القانون الانتخابي، وفي صورة عدم الحصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزين على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى. إذا توفى أحد المرشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحين في الدورة الثانية يعاد فتح باب الترشح وتحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز 45 يوم ولا يعتد بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية. وإذا تعذر إجراء انتخابات في الميعاد المحدد بسبب حرب أو خطر دهم فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها، ولا يجوز تولي رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين، وفي حالة الاستقالة تعتبر المدة الرئاسية كاملة، كما تمت إضافة فصل ينص على أن التونسية لها الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية. أستاذ خماس كيف؟ ثلاثة دقائق فهم ذكر النص هذا يتعلق بكيفية انتخاب رئيس الجمهورية ما تغيرتش على معناها بريسك دستور 59 دستور 2014 انتخاب معناها واضحه ما فيها ما فيش حاجه كبيره. انا كنت الحاجه اللي كنت نتمناها في الصوره راهو ديما نقول كان بالامكان احسن مما كان يبقى، فما انا كنت اتمنى يحط سن قصوى الانتخابات وحط سن الدنيا 40 سنه. توجدت في الدستور السابق انه ما تجاوزش 75 عام فهمتني، خاطر مهنا بالنسبه ليا فما عمر معين راهو الانسان ما عادش قادر باش يحكم
بكل المقاييس فهمتني العلمية هذا ما يتجاوز ذلك فهو معناه انتخاب عادي عام حر مباشر سري ما فماش حاجة معناها غريبة في هذا الفصل حاجة بركة هي العمر فما التغيير في الحكاية ذي هو في صورة معناها شغور أصبح رئيس المجلس محمد السوري هو اللي يتولى ومعناها بطبيعة وضع شرط كون السيد هذا لا يترشح ولا حتى ولا استقال معناها هذيك المرحلة الظرفية هي تغير الشخص اللي ينوب رئيس الجمهورية في حالة شغور قداش كل دورة قداش مدة بتاعها السيد خمس سنوات في صورة قبل التجديد مرتين فقط في صورة ما أنا خطر ديهم قعد 7 سنين العامين الزيادة مثلا يتحسبوا في دورة الأولانية وإلا يتحسبوا على من بعد وإلا نعاود في توقيت الجديد لا 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 أغزر هو كله يمدد وتمديد يبقى في الفترة الأولى يعني في نفس المدة والفترة الأولى لكن الخطر الداهم وخطر الداهم واضح في حالة حرب حالة معناها ولكن مش نعتبروا أي حاجة لو خطر داهم والتكاو عليها لا لا هو التكاو سيد الرئيس مزيد دقيقة سيد الكيفي مزيد من وقت سيد الكيفي دقيقة كاملة إذن هذاك هو بالنسبة للترشح هذا الخطر الدائم لو يتواصل سنوات يمدد ما فماش حتى معناها من يحدد الخطر الدائم أستاذ حسب الدستور ديما من سيحدد أن هذا خطر الدائم هو أشوف الخطر الدائم مش يحدد بالطبيعة مش يحدد رئيس الجمهورية في تقديره في تقديره ثم فما راهي تعول للمحكمة الدستورية في كل الحالات تبقى فما تعول موجودة لهذه المحكمة للتقدير ذلك واضح به أستاذ شادي أنا مش مصنفي برشا ما عندي تخوفات كما قلنا راهو التخوفات ضرورية مش متعطيني فصل مهم الفصل راهو نحن ما جيناش من عدم رانا عدنا مرحلة تاريخية ثرية جدا بكتاب الدساتير وبالحقوق وبالممارسة معناها كي نلقى حاجة إيجابية ما نقولش كثر خيرك لهذيك حاجة طبيعية مكتسبة هيت انت اليوم حبيت تعمل حاجه وريني الاضافه اللي باش تعطيها لي اما المكتسبات راه ما نثمنها لكش خاطر مش مجهودك هي مجهود مسار تاريخي تاع انسانيه كامل اما انا وين التخوف الضمانات والتخوف مش التخوف هكاك رقدنا قمنا بدينا متخوفين رقدنا نلقوا روحنا في عام يحكم بنفس الصلاحيات اللي عنده في الدستور الخطر الداهم حل به برلمان يحكم به عنده عام باسم الخطر الداهم الخطر الدائم هذا شكون يكيف رئيس الجمهورية تخوفاتي وين ويزم عندي ضمانات باهي اوكي رئيس الجمهورية يتكيف اما اعطيني الضمانات هي اللي تخوفني اكثر لاني محكمة دستورية نعتبرها سورية ما عندها حتى ضمانات من خلال تركيبتها من خلال اعمالها ومن خلالها تعيين وعلاش هو في حالة الشغور يترأس رئيس المحكمة الدستورية وهي ترأس الجهة المنتخبة اللي هي في العادة تصير مجلس النواب رئيس مجلس النواب اللي هي منتخب هذاك انت معين اما خير الرمزية بين الانتخاب والتعيين الشفافية والمعايير السليمة شوفوه تقول المعين المنتخب عنده دلالته وعنده الشرعية والمشروعية والمعين عنده ولاء ما عندوش مشروعية عنده الولاء للشخص انت وظفتني في خدمة مش نقعد نمزيد ولكن أستاذ هون يقول لك الرئيس مش هو اللي يعين أعضاء المحكمة الدستورية هما بصفتهم وأعمارهم ويتداولون على ذلك بحسب هذه مش منتخبي كريتير هذا مش منتخبي في كل حالات مش منتخبي هو شنو فما هي تعيين يا انتخاب ما فهمش معايا هذاك علاش نقول راه التخوفات دقيقة أستاذ نزيد التخوفات بالنسبة لنا الدستور هذا فيه زوج تخوفات التخوفات اللي كي نقراه الفصل هذا في طار الدستور كامل وكي نربطوه بمؤشرات نتاع عام كامل في ظل 117 تعليقك يشترط ان يزكى المترشح او المترشحه عدد من اعضاء المجلس النيابيه المنتخبه زوج المجلس لازم معناتها يزكيوني هو هذا ما راح حتى سابقا كان اللي مش يترشح لازم يلم مجموعات لكن هاتا ونشوفوا بعد هالمجالس اللي عمل منها مشكله كبيره في تونس مش تأثر لأنه 79 تاع المجال الجهوية اللي هما قال فساد وفلوس تصرفوا في فلوس اليوم أنا عدنا زوز شهريات مجلس نواب وجهات لأنه حرم عليهم يلزم عليهم التفرق مش تطلع يلزم التفرق وتعرف الجهات شو معناها شو تفرز له علاش لأنها تزكيات مهم لأنه اليوم مش يولي عندك صراع جهوي صراع مقيت تاع قبائل اليوم قدام التلفزة اللي كان في مجلس نواب مش مستوردين
افراز من المجتمع المصغر لوطشي عنده. استاذ خميس عندك تعليق ولا نمر الفصل لا جست هذا على المجالس النيابيه معناها ينجم يجيب معناها كيما ينجم يجيب من مجلس واحد اي مجلس وكيما ينجم يجيب مباشره من الناخبين كيما تم وهذا سيتم تحديد حتى العدد في القانون الانتخابي فيما بعد. دونك رحي نمر الى الفصل رقم 60 ينص على انه يتم انتخاب اعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا لمدة 5 سنوات خلال الأشهر 3 الأخيرة من المدة النيابية وفق ما يضبطه القانون الانتخابي. تفضل أستاذ شادي. هو الحقيقة الفصل الذي يتم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب انتخابا عاما حرا مباشرا سريا لمدة 5 خلال الأشهر الأخيرة من المدة النيابية وفق ما يضبطه القانون الانتخابي والحقيقة كل متعطشين للقانون الانتخابي لأنه هو المفصل والمحدد قانون هو فصل عام في العديد الثقافي أغلب هو تم تعديله خاطر قبل ما كانش فيه انتخاب مباشر وهذا أثار عدة تخوف بعد التعديل ما تراوش أنه الصيغة المعدلة هذه جيدة أو هو ماشي جيدة هذا هو المطلوب راهو فما استندار اليوم مشنا وحدنا في عالم ونتأثر ويأثروا فينا وفما معايير اللي عملية الانتخابية والشروط راهي معايير دولية وتونس مصادق عليها معناها تنجم تعلي البار يعطيك الصحة أما ما تنجمش تطيح تحت المعايير انه يكون فما انتخاب عام حر ومباشر هذا هو الأصل في الأشياء ما عطاش حاجة إضافية هو عدل بالعقل عمل خرق المرة الأولى في النسخة الأولى ليه تحت عدل المعيار الدولي اللي هو محب لعدل لكنه يعتبر فصل عادي ما فيش مثال لكن مربوط بعد بالقانون الانتخابي يعني القانون الانتخابي هو اللي بيش يكون الفيصل هو الفيصل المسار هنا واضح. أستاذ خميس هو ذي بالطبيعة بيش يرتبط بمجلس النواب باعتباره حسب هو ممثل للشعب وفما معناها تخوف ربما من الأحزاب ولا مش ينحيوا الأحزاب ولا مش موجود هذا بالعكس معناها حتى كي تقرأ الفصل إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النهائية هذا في فصل 62 لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى يعني وهذه ما نعرفوها اللي يسمى من بيع وشراء واليوم أنا نائب في كتلة وغدوة في كتلة حزبية أخرى ومعناها في الكواليس تصير أشياء معناها يندى لها الجبين معناها ومضرة بالدولة إذن بالعكس أنا هنا طريقة الانتخاب هي عادية حرا مباشرا سرية لمدة 5 سنوات لكن المهم هو كونه معناها يتجاوزوا أكل الهانات اللي كانت موجودة في دستور 2014 وكل شيء اللي شفناه وكيفاش معناها توعطى حصانة والحصانة هذيك زادة ترفع وقت اللي بيش يصير في مجلس النواب من اعتداءات بالعنف ومن أشياء معناها صارت وكانت مقززة وكانت مضرة بمجلس النواب هذاك ومضرة بصورة تونس في الداخل وفي الخارج أنا نعتبر اللي هنا وقع تجاوز معناها وما عادش فمك الحصانة المطلقة اللي ياخذها معناها عضو مجلس النواب انا ربما لمت فما حاجه بركة معناها شويه هي كونه منع كان اللي مش ينتخب لمجلس النواب لا يقوم بعمل اخر هو الفصل الفصل الاخر اي ما خاطر خلينا نحلوا باب النقاش ميساج عمليه التفرغ اللي هذه هي النقطه هذه الاساسيه هو فصل 61 يحجر على النائب ممارسه اي نشاط بمقابل او دون مقابل وهذا بالنسبه للمجلسين راه فهمتني نبداو في 3 دقائق اللي عندك وبعد نجيك باش نجيو للتعليق بعد سي جيد ميساج هي فيها ايجابيات وفيها سلبيات الإيجابيات هي كونه اللي مش يدخل مجلس النواب علاش هي طرحت الوظيفة والتشريع مش يدخل ربما في إطار وظيفة ما معناه مش يدخل في إطار وظيفة هل اللي يدخل مجلس النواب راهو سيتفرغ كليا لتمثيل الشعب معناها خاطر القراءة هذه مش تعطيك هذه مش تعطيك القراءة ما معناها تمثيل الشعب خاطر كده مجلس النواب مش تتكون لجان وهذه اللجان مش تتقسم على أعضاء مجلس النواب المنتخبين الكل وبالتالي سيكون هذا التفرق تفرق كلي وقل لك راهي اللجان تعمل حتى أثناء العطلة البرلمانية وبالتالي الواضح كونه النايب مش يكون نايب شكلي على الخاطر فما برشا ناس برشا نواب يمكن اللي حذر مرة اللي ما حذرش مرتين ولا معناه بالتالي ايش يعمل يدخل يدفع الفلوس
باش يتوجد فيك مجلس النوابي باش يتحصل على حسنة باش يقضي الشؤون نتاعو. هذه علاش عدد هام من النواب توجد؟ إذن هذا راه من ناحية هذه معناها هذوما الكل ما عادش عندهم وجود. لكن في المقابل انت فما ناس ونقصد معناها مثلا الاعمال الحر كما المحامي الاطباء المهندس. لا 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 ما تقوليش لا يعني من فما بادر ولا يعني له حتى شيء. انا المكتب بتاعي هو باب الكارتيل علاش تحرم حتى مجلس النواب من نجم تكون لك كفاءات تعاونك في سن القوانين؟ خاطر شوف مشي ربما يجيك موظف مختص في حاجه معينه ربما يجيك عاطل عن العمل ويجيك مش تعمل به بسن باب قوانين الدوله. بالنسبه لي فيها المشكله هذه هي الوحيده. يعني التنوع كان مطلوب استاذ. التنوع مطلوب. انا راها هذه معناها مشكله. لكن في مقابل كونه تتفرغ المجلس النواب ما هو نحطوا احنا بور لو كونتر نوز كان بالامكان معناها النقطه هذه يقع فيها تحوير واحد. لكن في الجمله انا اللي نحب كونه يدخل المجلس النواب يتفرغ لتمثيل الشعب. بيه سي خميس تتصور قبل ما نختم معك تصور هذا سي تان كود دو كوندويت ما ارتقاش للدستور الحوايج ما حبوش تصير في خمسه معناتها اللي قلتهم للكل معناتها التجاره اللي في الوسط الحصانه وكل الفوضى هذيك باش ما تصيرش حطهم في دستور اللي نورمالمون دستور يرتقي لي اكثر من اني نحطهم هكا ولا اي 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 واضح بابا بيه واستشهد. انا الحقيقه نحب نتفاعل من الناس اللي دافعوا على اول حجة يقدمها في الدفاع على الدستور يقول لك الدستور هذا باش يقطع مع السياحة الحزبية. اوكي نقطع مع السياحة الحزبية والناس الكل ضد السياحة الحزبية اثلا السيادة الرئيس ما يمنش بالحزب والانتخاب على الاشخاص مشوا على القوائم وقطع مع سياسة الاحزاب وهو ضرب لكن وهذا كان مطلب استاذ شادي على خاطر النائب يصل باصوات عدد معين ومعناها ناس انتخبته من اجل مهمة معينة وحزب معين من بعد نلقاوها في قائمة أخرى ولا في حزب. متفق معاك هذا لكن هذا وين يضمن؟ يضمن في قانون الانتخاب. الشخص اللي مش يطلع في قائمة يقعد في القائمة نتاعو. مشنا في حاجة إنه راهو الدستور يلزمنا نحشو فيه ونحطو فيه كل شيء باش نبينو لا التحول هل هذه مهم ومش معارك حتى حد. لكن راهو فما تخوفيات راهي اليوم مفهوم الأحزاب والمجتمع المدني وعلاقتها بالمواطنين مطروحة في ديبا في مخابر العلوم الاجتماعية من 2008 ما بعد الأحزاب وناس تفكر مازال تبحث لأن اليوم ما تنجمش تجي تنحي دور الأحزاب السياسية في المشهد العملية السياسية وهو العملية الانتخابية معاك الترشح على القوائم وهات نمشوا في الترشح على القوائم والمجالس اليوم ما يكون متفرق على زوز مجالس تعرف معناها التكلفة سنوية في وقت علاش نقول رانا نحلموا وسقينا مشنا فحطينا على القاع بلاد اليوم شهريتها تشوف السكر مقطوع الزيت مقطوع والدولار وضعيته تحزن يوميا ياكل في الواحد وانت باش تولي كان عندك مجلس يولي عندك زوز ويخلصوا زوز ويخلصوا بمعنى نحيط لهم التفرغ ونحيط لهم ما يكون معاه. اما المجلس الجهوي والاخر الاقتصاد التضامني اللي عمل عليه هو حرب وفي سياسته خليهم ما هو من تقريبا زوز مراسيم تعاملوا زوز مراسيم في عهد المشيشي وانت عندك اللي علاش ما فعلتش وين القوانين الترتيبيه الان القرارات الترتيبيه لتفعيلها الى حد ان علاش نطرح عليك نفس السؤال اللي طرحته الاستاذ بطريقه اخرى يقول لك لي خطوره معناتها النتائج السلبيه نتاع البلوكاج اللي صاير في مجلس نواب الشعب خلينا نهزوا نرتقي به من قانون انتخابي نضمنوا في دستور باش يعرفوا مدى الخطوره عن تاج والعشرين اللي عشناها الكل. هو بالعكس هو اللي عنده زوز مشاكل عنده مشكل في مجلس النواب المشاكل اللي كانت قبلها في قسمها بين مجلس النواب ومجلس الجهات والمشاكل اللي تطرح في مجلس الجهات اخطر بكثير من مجالس النواب وفي بعض الامور مطلوب التنسيق بين المجلسين مطلوب لكن اختصاص المجالس هو تعديل بمثلا ياخذوا مشروع قانون الماليه يتعرض على الجهات باش يشوف التوازن الجهات اليوم تصوروا النقاش الديبا في نخبه وضع اقتصاد انتم تعرفوه الكل مش يصير في قدام الكاميرا وتعرفوا التونسي قدام الكاميرا معنى كي تحيلوا الكاميرا اذا لي شخصيه تحط قدام الكاميرا مشي يتحول اليوم تولي انا جهتي حفوس في عركه مع جهه بومرديس انت مش ندخل في منطق شعبوي وتكلفه باثارها راهو هذاك على يقول الاثار خطيره جدا على التكلفه الماليه للدوله التونسيه في ظل جوز مجالس مع الشكر.
واضح أستاذ. نذكر رحيم بضيوفنا، معنا الأستاذ خميس الكافي محامي وناشط في المجتمع المدني، ومعنا زيدا السيد شادي طريفي كاتب عام فرع رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسوسة. نمشيو إلى الفصل 120 بعد التعديل. ماذا يقول هذا الفصل؟ يقول تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى المعني. أستاذ الكافي 120 تسمية القضاة تكون بأمر من رئيس الجمهورية، هذا معناها راهو نفس الفصل تاع دستور 59 ونفس التسمية هذيك ما تتم إلا بالطريقة هذه بطبيعة. فما إجراءات نتاع مناظرات وتتم عن طريق نظام المجلس على القضاء، ثم واحد بعد تختم هذه التسميات بأمر من رئيس الجمهورية. بالنسبة معناها توا المشكلة هي توا هنا هي ديما التخوفات على القضاء والسلطة القضائية ودورها في تحقيق التوازن وإلى آخره. ديما نقول في النقطة هذه نقطة حساسة برشا، هي معناها حتى احنا كرجال القانون نقطة حساسة برشا. يعني أنا وديما رانا ما نجموشي نخرجوا على هالواقع ذي، واللي احنا نمارسوا فيه ربما كمهنة معينة متعلقة، واللي ربما فما اعتبرنا معنا شركاء في دستور 2014 ولم نكن كذلك في الواقع. المجلس أعلى القضاء هو الممثل الفعلي للقضاء. أنا كي نقرأ بقية الفصول معناها أعطيت معناها حصانة تامة للقضاة. الحصانة هذه وكذلك معناها المساواة هنا الفعلية بين جميع القضاة، خاطر قبل رأي القضاة تتحرك بمجلس أعلى وقضاء لا فايدة باش نذكر أنا معناها، وهو اللي وصل للقضاة الحالة اللي وصلوها. معناها لا ينقل القاضي إلا برضاء، وحتى المصلحة العامة والتي توصل حتى بالقرعة نعم ولمدة عام واحد، واللي هو ذا ما كانش موجود. الفصل ذي يضمن استقلالية القضاء، يضمن استقلالية القضاء. إذا كان أعطيته أنت مجلس أعلى القضاء متاعه منتخب وأعطيته الضمانات متاعه الحصانة وأعطيته عدم النقلة بغير رضاه وحتى المصلحة العامة مدة عام ويتداول عليها الناس كل كيف كيف، ويضمن قضاء شفاف اللي هو دي ما يحكي عليه رئيس الجمهورية الحالي بتبيع. فما في ظل اعتبار القضاء وظيفة شوف همش مش هفتحوا له المجال، اعطيني ساعة سؤال تنفتحكم بعد المجال النقطة ذي من النقاط. لا لا يعطي 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 بالنسبة يعطي القضاء هو اللي مش ياخذ مش يدافع على استقلاليته على خطر. هو القاضي عنده كان عنده 2010 على 2011 عنده كان 2014 عمر يستغل وياخذ هو استقلاليته القاضي. واضح. واستشهد الباب هذا هو الباب الخامس، الوظيفة القضائية وليس السلطة القضائية. وأي حصانة تفرق بين الحصانة في السلطة وبين الحصانة كوظيفة. ثانيا المهم ياسر اليوم نرجع ونربطه الصلوحيات الفصل هذا وأي فصل مش نقراه لازم نقراه برمته في دار الدستور كامل كوحدة. الصلوحيات عند رئيس الجمهورية، أمن الدولة وسياسات الدولة، شكون اللي يضبطهم؟ يضبطهم رئيس الدولة. ينجم يعزل القاضي لأنه يعارض وعزل القضاة ومجلس أعلى قضاء معين هو لعينه وعزل القضاة بدون الرجوع لمجلس أعلى القضاء، لأنه اعتبر هناك خطر هو في صلوحياته بظل غياب المحكمة الدستورية هو اللي كيف، ما عندوش رقيب. وهذا هو التخوفات. وين راكي تحط هالي وظيفة في ظل مسودة هذه ما فهم الضمانات؟ راهو اليوم علاش نقول ما فهم الضمانات؟ راني مش نحكي على شخص ما نعرفوش، راني نحكي على شخص مباشر عنده عام، هو حل مجلس الأعلى القضاء وهو اللي عينه بعد شهرين ايش عمل بعد معين خليهم في جهة وجا عمل قرار واحد وقالوا خطر ووضعية السياسة. ثاني في الدستور هذا اللي هو الضمانة اللي يعطيه للرئيس وما يعطيهش لاستقلالية القضاء هي انه هو يثبت السياسة الدولة والصلاحية الكل عنده ينجم يقدر، لانه اليوم محاكم القروية متعطلة
يكيف هو يقول لك هيا خليني من مجلس على القضاء وخليني ما يحاج. انا بالصلاحيات اللي عندي بني مسؤول على سياسة هالبلاد هذه، اللي يريد محاكم القروي المثيل اللي ذكرت معطلة، قررت عزل الوكيل عام تاع القروي لأنه هو كان السبب وما عرفش يوزع جلسات العمل في السنة بداية سنة القضائية، وخلى المواطنين المكتظة قدام الدائرة المدنية يهبطوا لي بألف دوسي مثيل وعنده حق يناجم عزل الليل. الضمانات في إطار وظيفة مش ضمانات في إطار سلطة، وهذا معروف بديهج. انا نقول راهو هالباب الباب هذا كيما العاده كي نقروه واحد وشخص ما نعرفوش ونقولوا ضمانات قويه، كي نقراوه في اطار واحده الدستور مع شخص مجرب بنفسه لحياه عام نقولوا تخوفات ومبرره وعندنا وننبه عليه ونشدوا عليه. في دقيقه للنقاش يضيق الوقت، هل هي وظيفه ام سلطه؟ الوظيفه القضائيه حسب ما صرح به في الباب الخامس استاذ خميس وما نجيك الاشاده. شوف وظيفه وسلطه انا بالنسبه لي مش هذا الفرق. الوظيفه هو في التالي يتقاضى القاضي يتقاضى راتبا شهريا من الدوله ويلزم يقوم بالعمل نتاعه مثله مثل الموظف في هذا الاطار، يلزم يعمل كامل ايام الاسبوع حسب رايان مش يوم في الاسبوع. إذا هذايا ربما على استقلالية قرار القضاء. استقلال القاضي يغزر فما مجلس أعلى القضاء. شوف الرأي فترة هذه علاش دستور تو ما عادش الرئيس باش يعزل الدستور ولا باش يولي دور مجلس الأعلى للقضاء وهذا واضح، والضمانات الكل موجود. يا خويا ماذا فعل القضاء كسلطة في دستور 2014؟ تغيرش. ما شنو ماذا فعل؟ المجلس أعلى القضاء مش هو العين. وصل المجلس أعلى القضاء هو العين ولا لا؟ خلينا نجيب ثلاثة شهور إضرابات مساش. المجلس أعلى القضاء هو لعينه القضاء ساكت. هو لعينه شنو اللي يعطيك أنت شنو ضماناتك المجلس الأعلى ما يكونش في نفس الوقت؟ أعطيني الضمان الوحيد لو تدخل السياسي في القضاء دستور 2014 يا أستاذي العزيز. أعطيني ضماناتك المجلس الجديد المجلس أعلى القضاء ما يكونش على المنويل المجلس الأعلى موجود. اعطيني ضمانات موجود مجلس على القضاء موجود. هي اعطيني ضمانات شو ضمانات مجلس على القضاء تو موجود. في ظل المجلس المؤقت للقضاء تم تنفيذ اضراب لمده شهر، يعني ليس مش كان في المجلس القديم، حتى في هذا المجلس نفذوا اضراب لمده شهر كامل. اي بالضبط. اي والنتيجه شنو هي النتيجه؟ شنو هي النتيجه؟ ما شو النتيجه؟ النتيجه كونهم هما رجعوا يخدموا مش الراتب نتاعهم متعطل المواطن من ثلاثة اسابيع باش ما تعاودش في الدستور باش ما تعاودش تصير من ضمنهم في الدستور شادي ما فما ضمانات. بالعكس هذا مع هذا بالعكس تخوف انه ما فما ضمانات على السلطه القضائيه ما فماش قضاء مستقل. سؤالي الثاني في اقل من دقيقه، هل تونس تستحق الى زوز مجالس في تصوره الجديد؟ ليك الكلمه سي خميس والنقاش مفتوح معك سي شادي. هو المجلس هذا مجلس يهم الجهات، راي حتى الدستور 2014 راهو تفهم الحديث عن الجهات وحديث عن قلب الموازين وتبدا القرارات تطلع من القاعده الى الواحد. هذه توا هياكل مش تمثل الجهات. ثم راهو الدستور ينص ما يمنع كل ما يمس وحده الدوله، وبالتالي باش تقول لي انت الجهات الجهات موجوده ساعه والحاجه جاود ما احنا من ولايات موجودين. الجهات هذه هدفها معناها الهياكل هذه مش تقول هياكل منتخبه موجوده في المجلس الجهوي باش تدافع باش تطرح المشاكل، هي اقرب باش تدفع مشاكل الماديه الماليه الاقتصاديه نتاع الواحد وتوصلها بتوصلها باكثر قرب. سي نورمال باكثر قرب. انا نقول هذا المجلس مش يحدث تعطيل لعمل الدولة ومش يكون مرهق من ناحية التكلفة ومرهق من ناحية السير العادي لدولية الدولة. همش مفسر عندنا قانون اسمه قانون الجامعات المحلية. قانون الجامعات المحلية القانون الجامعات المحلية في ما فيش وكان البلديات في انتخاب المعتمد وفي انتخاب الوالي، فما قرب للمواطن أكثر من الجامعات المحلية المعتمد والوالي يتم انتخابهم انتخاب عام ومباشر وسري ويتم تعيين. شنو دور الجامعات المحليه اليوم؟ هو ما عنده حتى علاقه بعمل الدوله وبمفهوم الدوله التونسيه، هو عنده علاقه في تخطيط لمشروع الرئيس الجمهوريه التنظيم القاعدي. هو هذا التخوف يتوين. عند قانون الجامعات المحليه قداش من عام موجود؟
عنده عنده من 2018 و2017 موجود رئيس الجمهورية يحكم بال117 نعمل حتى امر ترتيبي ولا قانون ترتيبي لتفعيل قانون جماعة. سؤالي الثالث سؤالي الثالث الحديث برشا يقول لك هذا دستور نخافوا عليه بعد قيس سعيد. صحيح ضامنين قيس سعيد وهذا الحديث الناس ما فيه سي خميس سي شادي. هل هذا الدستور ضامن لروحه حتى كان يجي رئيس اخر من بعد كلمه اللي كنتي وسي شادي؟ انا شوف سهله برشا شوف الحكايه هذه راهي مربوطه بالشعب. انا حسب رايي راهو حسب رايي ولا على ارتبط باحد. حسب رايي شوف اللي صار في السنوات الاخيره ما تنجمش تفصل ديما هذا السنوات الاخيره راهو انا ترى تزييف العقول معناها المال السياسي الشيء اللي صار معناها تشنيت انتخابات بالمقارونه ما نعرفوش الشيء هذا. حول الهيئه المستقله غايبه تماما حتى كي تقول يعطي في الفلوس يقول لك راه ما عندي حتى امكانيات. اذا شوف انا راه الفتره هذه عندما يقع اصلاح شنو هو اصلاح معناها فكر الشعب هذا كامل ثقافه كامله تزرع كانت تزرع في ظرف 10 سنين وقت يتغير الشعب وقت الشيء الشعب هو مسؤول عمن سيختاره رئيسا له. أنا الحقيقة ما عندي ثقة برشا في الشعب مشني السياسي وما عندي الشعب هذا كان 87 مع بورقيبة 89 مع بن علي 2011 مع النهضة بعد مع المقتضيات تتغير الصورة اللي ظاهرة في اللي قاعد الصورة نتاعو الشعب مسكين الشعب راه ما عندوش قدرة كبيرة وما عندوش وعي ومش مخليين ليه نفس حتى اللي يفكر ويقرأ الدستور هذا الشعب قراه الشعب التونسي نتحدى اليوم اي مواطن تقول الفصل والله اللي يعرف حتى قديش من فصل معناه ما نكلفوش الشعب تاكل. ثانيا على اي استقلاليه اليوم اللوحات الاشهاريه اللي تعلق فيها من هيئه المستقلين عامل الاستفتاء خي دور الهيئه اللي وقال عضوه قالوا اليوم موجهين لي برشا تهم من بينها اخراج محاضر تقريب 59 تهمه موجهين لي 55 تهمه من بين مليون كي قال شوفوا اللافتات اللي تعلقت دورها اني تعمل نعم للاستفتاء. انا نقول دستور ما فيش مقاربه حقوقيه ما فيش نفس يوزن ما فيش حتى تغيير بالعكس هو فيه نفس وحيد مشروع ورغم من حق رئيس الجمهورية مش نقول نقطة وحيد من حق رئيس الجمهورية يدافع على مشروع لكن مش من حقه يستعمل الدولة ويطوع أجهزة الدولة للمشروع. علاش نصوت بلا للسادة المستمعين علاش بكلمتين أنا باش نصوت لا لأنه ما فما حتى ضمانات لا لي كمواطن ولا للدولة كدولة ولا مؤسسات الدولة وبالعكس هو اختر للأطراف الأخرى اللي مشي ينتقموا من الدولة بمقتضى القانون. سي خميس علاش نصوت بنعم للاستفتاء؟ صوت بنعم للقطع مع منظومة قانونية في دستور 2014 نتج عنها إذا شعارات زائفة نتج عنها وعود كاذبة نتج عنها تهميش نتج عنها استفحال الفساد نتج عنها السلطة هذه معناها اللي نقولوا احنا اللي يقوم اللي يحكم اذا احنا راهي السلطة بالنسبة لي هذا وهذا موقف شخصي صرحت به منذ 2011 قلت لهم يشدوا الدستور 59 وينظفوه ويحكموا به انا مع نظام رئاسي مع رأس واحد يحكم حتى ترجع العمل وترجع البلاد هذه تمشي وتقوم لها دون قائمة. رقابة استاذ دون رقابة هذا موجودة هو الدستور اكثر من شوف الحريات الموجودة في هذا الدستور رقابة رقابة رأس السلطة رقابة رئيس الجمهورية رئيس السلطة مسؤول شوف شفت المغالطات يقول لك حقوق المرأة تمست ولا لا سيدي مسؤول تعلق تعلق الجرائم تاعو بالعكس تعلق معناها نهار اللي يخرج ويكون عامل جريمة يحاسب. سي شادي تريفي كاتب عام فرع الرابط حقوق الانسان بسوسه الاستاذ خميس الكافي الناشط والمحامي اغرو ميرسي لحضوركم بحثنا سيتي ان بون اكزامبل في حوارنا للمحتوى رغم الاختلاف هاكم شفتوا زوج وجهات نظر تونس لازم تمشي تختار المهم تختار والاهم حسن الاختيار وهذا دورنا في راديو الحياه فهم ساعتنا الثانيه زوج اطراف يتخالفوا صحيح ولكن المصلحه العليا تبقى الجمهوريه التونسيه مكملين معكم حتى نص النهار.